السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في فيديو جديد. هنبدأ النهاردة نتكلم على تطبيق مهم جدا جدا، تطبيق ناس كتير بتستخدمه وفي برضه في ناس كتير ما بتعرفش عنه حاجة. هو تطبيق 365 سكورز اللي هو ده. أول حاجة هتخش على متجر بلاي وتكتب 365 سكورز عشان نختصر الحلقة وما نطولش فيها. هتبدأ تكتب في ال 365 سكورز في الايه في المتجر وهيبدأ ايه يتحمل معاك. ونفتح تطبيق بالشكل ده، هنعرف بس بشكل عام كده مميزات التطبيق ده او بيعمل لك ايه. التطبيق زي ما انتم شايفين ادي الخلفيه بتاعته، بيجيب لك المباريات، اي مباراه في العالم او اي دوري بيبدا بيفتحها معاك كمان بالشكل ده. دلوقتي في مثلا مباراتين هما بيديك الساعه بتاعتهم دي النهارده اليوم، تمام. فرق والمباريات الخاصه برضو فرق موجوده ايه زي ما انتم شايفين، دوري انجليزي او دوري اسباني او دوري ابطال افريقيا، دوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي درجه اولى، دوري ابطال افريقيا، دوري المصري. ده كله النهارده، احنا النهارده مثلا بتاريخ او الفيديو معمول بتاريخ 11/3/2023، دي بالنسبه للفرق كلها الموجوده وبالنسبه للفرق كلها هتلعب دلوقتي. يعني بسجل دلوقتي الفيديو الساعه 2:40 دقيقه صباحا، فدي الفرق اللي هتلعب النهارده، دي بالنسبه للفرق اللي هتلعب بكره. وتقدر مثلا على سبيل المثال تدخل جوه الفرق، مثلا تدخل جوه الاهلي وصن داونز بالشكل ده، هيبدا يفتح لك او يشعب لك حاجات المباراه واخبار وملاحظات، يعني برنامج بحر من المعلومات. ويقول لك فاضل كام ساعه والماتش يبدا، او 12 ساعه وتلت، 12 ساعه وتلت زي ما انتم شايفين كده على بدايه المباراه. اخبار طبعا معينه على الاهلي وصن داونز او على الفرقتين اللي انت ايه جايبهم بالشكل ده، تقدر تجيب ايه الاخبار عن الفرقتين دول والمباراه نفسها، من سيفوز. في ناس طبعا بتبدا تتوقع، المتوقعين اتنين اهلي وواحد صن داونز وتعادل زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي شويه اخبار كده وشويه فيديوهات بتعرفك او بتقارنك بين الفرقتين. وطبعا قبل الفرقه بتنزل لك التشكيله، ودي طبعا المجموعه، نختار من السله دي المجموعة الفرقتين فيهم، دي مجموعة ب في دوري الأبطال زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما قلتلكوا برنامج متشعب جدا جدا، دي النتائج في الأخبار تحت هنا زي ما انتوا شايفين، في هم وملخصات وانتقالات حاجات كتير جدا جدا. ومهما أجيب اختياراتي، انت مثلا بتشجع فرقة معينة او عايز تجيب فرقة معينة خلاها تظهر لك على طول، بتبدأ تختار الفرقة اللي انت عايزها سواء فرقة او منتخبات. برنامج جميل جدا جدا، انصحكم بيه، بيتابع مع المباراة اول باول، مش هيفوتك حاجة، تبقى مثقف جدا في الكورة لو حملت البرنامج ده. حمله مش هتندم. واخر الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتدوس اشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.